الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سدوا الفرج وحادوا بين المناكب ولينوا بين يدي إخوانكم تزاحموا تراحموا Ne laissez aucun espace entre deux personnes qui prient. Essayez-vous, vous serez comblés de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونزيد في حمده، والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم، ونحن نزيد الله شكرا أن نشكره بالذكر ونحمده كما علمنا سبحانه وتعالى أن نحمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد لحمدنا إياك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أهل أنت أن تحمد أبدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أعظم نعمة ينعم بها المسلمون أنهم جعلهم أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين، ومن نعم الله علينا أن جعلنا أتباع النبي الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم، ومن نعم الله علينا جعلنا خاتمة الأمم، فنحن الأمة الخاتمة التي يتمنى ويرغب رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم أن يجدنا أكثر الناس عمارة للجنة بإذن الله. مع قلة المدة التي تقضيها أمة محمد ستقضيها في هذه الدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كأنها من العصر إلى صلاة المغرب، هذه المدة ديال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا أريد أن أطيل عليكم، فقط من باب الشكر نعمة الله نشكره أن جعلنا من هذه الأمة التي تقول لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الكلمة الثقيلة في الميزان، لا شيء يغلب لا إله إلا الله يوم العرض على الله. فمن قال لا إله إلا الله مخلصًا متيقنًا بها مؤمنًا بها ويشهد ذلك بقلبه صادقًا، الله سبحانه وتعالى يكرمه بالجنة، هذا وعد من الله. إن شهد الله له بأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجنة ويحرم عليهم النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، فأهل الشرك ميؤوس منهم، ومن ليس مشرك يرجو رحمة الله. ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان معه اليقين أنه يكون من أهل الجنة بإذن الله. فهما ثلاث مراتب: المشرك ميؤوس، ما تحت المشرك، أما من قال لا إله إلا الله متيقنا مؤمنا بها يعتمد عليها ويحسن العمل في إطارها وفي ظلالها، له اليقين من الله أنه يكون في الجنة. أنا لا نتقول على الله، لا نقول مثل ما يقول أولئك لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نحن لا ندخل في ذلك، لكن نقول ما قال له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون إلا من أبى. كل أمتي، شكون هي أمته؟ أمته التي تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا. فبها نبدأ رمضان، نبدأ ب الاعتماد على هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة وبيد الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك جو نفو با إتخ لون، جو لو الله سبحانه وتعالى، إل فو إتخ غوكونيسون. أوني أو ديبي دو رمضان، سي نوتر بوميييغ جوني الحمد لله، أون جوني لا بوميييغ جوني، أفيك ليسبوار كون جونغا إن شاء الله جوسكا لا فان دو رمضان، إي إل فو إتخ غوكونيسون. إي بور إتخ غوكونيسون، الإسلام إلا سامبليفيي لي شوز. L'islam, ce n'est pas une religion compliquée. L'islam est une religion très simple. Vous savez, le prophète, il nous a annoncé que dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » c'est une formule qui fait rentrer au paradis. « La ilaha illallah » Allah subhanahu wa ta'ala, il a classé les choses. Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe. Ça, c'est cité dans le Coran, dans la Sunna, c'est catégorique. Allah ne pardonne pas aux associateurs. Autrement, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas aux polythéistes. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce qu'on est dans une ère d'amalgame. On est dans une ère où les choses se mélangent, on se pose des questions. Vous avez entendu la religion abrahamique, on a
On va en parler, Inch'Allah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Celui qui dit cette formule, il a la clé du paradis. Celui qui est polythéiste, il n'a pas la clé. Et entre les deux, il y en a qui ont l'attestation perturbée, une attestation abîmée, une attestation floue. Alors le clair, ce qui est clair, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est clair, c'est le paradis. Celui qui croit en d'autres divinités, c'est clair, c'est l'enfer. Et entre deux, nous on n'intervient pas. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala d'en juger. On n'est pas prétentieux. On ne va pas dire que l'enfer ne nous touchera que quelques jours. On ne rentre pas dans le jugement d'Allah, ni dans sa volonté subhanahu wa ta'ala. Mais seulement au début de ce ramadan, je tiens à dire aux musulmans, on est une communauté bénie, dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'attester, de lui attester l'unicité, la ilaha illallah, et d'attester à son prophète la prophétie finale. Parce que nous, on est la dernière des nations. Et le temps de cette communauté, le temps d'œuvre de cette communauté, il est aussi court. Sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, notre temps à nous, c'est comme une personne qui vient travailler entre l'Asr et le Maghrib. Vous imaginez, entre l'Asr et le Maghrib, le coucher du soleil. C'est ça notre période de vie, nous, la nation musulmane ou la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بعد التذكير الاخ كيصلي 10 ركعات الركعه الاخيره كيوتر فيها 10 ركعات كيقرا فيها ما نسميه نحن بالسلكه يعني بدا بالامس بالف لام ميم ويمشي هكذا متدرجا حتى يختم القران ان شاء الله ومعه بعض الفئه بعض الشباب اللي كيتعاونوا معاه فاذا الركعه الاخيره فقط هي اللي كيقرا فيها قل والله احد ربما يزيد على قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ بربي الناس إذن والعشرة كلها تدخل في قراءة القرآن المتسلسل ابتداء من البقرة إلى الناس إن شاء الله هذا التذكير إن شاء الله دونك بوغ رابيل الشيخ البري دي ركعات إلى لا ديرنيغ 11 لا 11ème سي لو ويتر سي دون سي لا كي فالي قل والله أحد إيغ لو جون إلى لو قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أفيك مي لي 10 سي لا كونتينيتي دو لا ليكتور دو كورون إلى كومونس أفيك البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب Il va continuer ainsi dans les 10 rak'at. Chaque 10 rak'at, il va continuer la lecture pour gratter, pour gagner du temps, pour qu'à la fin de la nuit du destin, inshallah, il clôturera le Coran. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et barakallahu fikum wa kullu amin wa antum. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله لمن حمده
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق إلا كمثل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر يا الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن تولوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله سمع الله لمن حمده. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة،
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر
أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليكما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.